بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وفد مملكة البحرين إلى جمهورية صربيا الصديقة، حيث التقى سموه خلال الزيارة مع فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا وعدد من المسؤولين في الجمهورية الصديقة. شهد زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واللقاءات استعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها في كافة المجالات، في ظل حرص من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة ختام الزيارة الرسمية إلى صربيا: لقد تشرفنا بتكليف سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بقيادة الوفد رفيع المستوى كمبعوث وممثلا لجلالته في زيارة صربيا. وأضاف سموه إن العلاقات الثنائية المترابطة بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة تعطي الدلالة الواضحة على حرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تأطير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم. وأعرب سموه عن شكره وتقديره إلى فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة على حسن الاستقبال والضيافة طوال الزيارة. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد قد غادر جمهورية صربيا، حيث كان في مقدمة مودعي سموه فخامة رئيس جمهورية صربيا وعدد من المسؤولين، حيث أعرب سموه عن تقديره إلى فخامة الرئيس الصربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكدا على أهمية الزيارات المتبادلة بهدف تقوية العلاقات وتأطيرها بشكل متميز بما يعود بالنفع والفائدة على كل البلدين، متمنيا سموه لجمهورية صربيا المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.